كده بقى انت مش بيبو، انا بيبو، وعشان كده لازم تاخد ضربات جزائك. زرغطي بقى، فوتك بعافية. عوض عوض عوض، اتمنى عليك يا حبيبي، اتمنى عليك، اتمنى عليك. ايه اللي جرالك؟ هو في ايه؟ حصل ايه؟ مفيش حاجة. امال انت قافلة الشبابيك ليه؟ مفيش حاجة متقفلة يا عوض. هو فين؟ مشي مشي ازاي قبل ما اضربه؟ معلش، ما هو خاف منك. لا انا مش ممكن اسيبه الجبان. تعالى بس اغسلك الجرح. طلع طلع اضربه في النور. لا تعالى اغسلك الجرح، سيبك منه. لا لا انا كويس. عوض اللي المسك بايده طعاله. عوض يا مسكين، عوض تعالى هنا اعمل ايه؟ ريح فيا. عوض لا تمام، خش جوه. انت لابسه مفيش. انا ما عنديش حريم تخرج بلابيس. خش يا تمام. حاضر يا زهو. خش. وده يطلع ايه يا معلم؟ ده شعر يا مشير، بس جاه بدري شويه. عسل. عايز ايه؟ اسمع يا معلم، انا جاي اكلمك بالذوق، نصفي حسابنا واخد حقي. حقك في ايه؟ حق في الفرن. في الفرن يبقى زمانه اتحرق. يا عسل. اسمع يا واد، انت جاي تلعب عليا يا واد؟ ده لسه ما اتخلقش اللي يلعب على المعلم ده غير ياض. انا مش بلعب عليك، انا صاحب حق. امال انا صاحب ايه ياض؟ انت صاحب الزور. طيب الزور اللي يمشي ولا الحق اللي يمشي؟ الحق هو اللي يمشي يا معلم، لانه صوته عالي. ماشي، نسأل العالم دي، الزور هو اللي يمشي ولا الحق اللي يمشي؟ اسألهم ولو انهم يعني، لكن كلمة الحق هتنقال. ماشي، ايه رأيك يا انسة؟ الزور هو اللي يمشي ولا الحق اللي يمشي؟ الحق طبعا هو اللي يمشي. طب نسأل الرجالة دي. الحق طبعا هو اللي يمشي يا معلم. معلوم، الحق هو اللي يمشي يا معلم. الحق هو اللي يمشي يا معلم. الحق هو اللي يمشي يا معلم. الله أكبر، ظهر الحق. سمعت يا معلم يا كبير؟ سمعت ايه يا اللي قالوا لي كلكك؟ قالوا ايه يا الحق هو اللي يمشي. طب ما تمشي يا صح يا معلم، الحق هو اللي لازم يمشي من مكان زي ده. لكن اسمعني وافتكر كويس يا داغر يا شقاوي، الشحات اللي انت ضحكت عليه واخدت شقاوي شق ابوه شق جده من 16 سنة واخدت منه 4000 جنيه تمن نص الفرن. ابنه واللي واقف قدامك. انا قاضي ابن الشحات يا داجر، اذا كان الشحات مات في حقه عايش، وبدل ما كنت هاخد منك نص الفرن هاخد منك الفرن كله يا داجر.